يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. كالعادة عندنا أخبار كتير متعددة على مختلف الأصعدة، تحديدا الصعيد المحلي وأيضا العالمي. وقبل كل ده أهم أخبار بالنسبة لنا وهي أخبار النادي الأهلي، هتكون معانا على مدار حلقة اليوم بالكامل. لكن دايما اللي بيكون مهم أيضا بالنسبة لنا هو تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال بيتعلق بإيه هو أجمل هدف شفته في 2020 وإحنا مع نهاية هذا العام ومقبلين على عام 2021. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، وإن شاء الله يكون عام جديد سعيد على كل المصريين والوطن العربي والإسلامي ككل. فبالتالي هننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. نبتدي الأول بأهم عناوين حلقة النهاردة. طيب، في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته على ملعب التتش. الترند المحلي، اللجنة الأولمبية تعلق البطولات بالصالات المغلقة. أما في الترند العالمي، حرب كلامية بين صلاح وكلوب. طيب، خليني أبتدي مع حضراتكم، وبما أننا في مستهل الأسبوع الجديد وأول حلقات الترند هذا الأسبوع، فبالتالي في مباريات عديدة في مختلف الدوريات الأوروبية وكمان الدوري المصري المحلي بالنسبة لنا، مبارياته كلها مثيرة وجيدة في الحقيقة. فهطلع على حضراتكم المباريات اللي بتتعلق بدوريات المختلفة النهاردة. خلينا نبتدي بالدوري المصري، وتحديدا النهاردة في ماتشين، في ماتش بيتلعب دلوقتي ابتدى في هذه اللحظات بين الانتاج الحربي والمقاولين العرب، ده ابتدى الساعة 5 بالظبط، وفي مباراة الساعة 7:30 بين مصر المقاصة والمصري، مباراة مهمة جدا للفرقتين. أما في الدوري الإنجليزي في عدد من المباريات الهامة، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد عفوا، ده اتلعب خلاص، ابتدى الساعة 2:30 وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي مباراة ابتدت في هذه اللحظات بين أستون فيلا وكريستال بالاس، بيستمر غياب نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة، إن شاء الله يعود سريعا، لكن محمدي ممكن يكون متواجد سواء في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي. المباراة تعتبر مباراة قوية ومهمة لأستون فيلا اللي بادين موسم جيد جدا. أما المباريات الأخرى ففولهام هيلعب ويست أو ساوثامبتون تحديدا، ودي مباراة ابتدت أيضا في هذه اللحظات. أرسنال في الساعة 7:30 مساء مع تشيلسي، مباراة مهمة جدا، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل الساعة 10، وفي نفس التوقيت شيفيلد يونايتد مع إيفرتون أيضا من المباريات المهمة. وده الأسبوع أعتقد رقم 15 في بطولة الدوري الإنجليزي، أحد أهم البطولات اللي بيتابعها عدد كبير جدا من جماهير حول العالم. لكن جديد النادي الأهلي وآخر الأخبار اللي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم واستعداداته للمباراة المقبلة بعد بكرة بإذن الله تعالى أمام الاتحاد السكندري، وكل التفاصيل والأخبار اللي تتعلق بالفريق هتكون معانا بعد الفاصل بإذن الله. استنوني.